نروح لأحداث كرة القدم، وبالتأكيد يعني في كرة القدم لا صوت يعلو فوق صوت مباراة سان داونز الجنوب أفريقي في الدوري الأفريقي في البطولة المستحدثة، اللي بالتأكيد أي بطولة بيدخل فيها النادي الأهلي بطبيعة الحال وقدر النادي الأهلي ومسؤولي النادي الأهلي إن أنت دايما بتلعب على اللقب، هو ده قدرك وهو ده تاريخك وهو ده حاضرك وده إن شاء الله دائما وأبدا يكون مستقبلك، وبالتالي أنت رايح لمواجهة صعبة. بالتأكيد هناك بعض الآثار السلبية النفسية في مواجهة الموسم الماضي، ولكن أنا شايف أننا لابد أننا نتخطى ده إن لم نكن بالفعل تخطيناه، لأننا الآن الأهلي بطل القارة الأفريقية في البطولة اللي تعرض في مباراة لهزيمة، وبالتالي إن شاء الله كل الثقة بكرة فارس في الجهاز الفني في اللاعبين إن هم يعبروا عن شخصية وهوية النادي الأهلي. وإحنا شفنا قبل كده كنا لعبنا مباراة بعد 2019 رحنا في ظروف صعبة، كانت الأجواء صعبة، كان الساعة 3 العصر أيضا، وقدر النادي الأهلي إن هو يتقدم بهدف، وكان يقدر إن هو يتقدم بهدفين، ورجعنا بنقطة التعادل اللي هي كانت بطاقة التأهل مع ريني فايلر، لأنك وقتها كنت فايز في القاهرة 2-0. شايف المباراة دي إزاي؟ بص يا أسامة، يعني أنا هذه المباراة فيها تحديات على المستوى النفسي والفني والبدني. فخلينا نقول إن دي من المباريات يا جماعة اللي أنت تحب تشوفها في أفريقيا. يعني زي كده ما في اوروبا في مباريات هي يعني لقاء العمالقه زي ما بيتقال، في مباريات في افريقيا تحب تشوفها على مستوى مادي وتسويقي، الفريقين هما الاكبر داخل القاره، على مستوى فني الفريقين بيقدموا الكره الافضل داخل القاره، على المستوى النفسي هناك صراعات، وصن داونز قدر يحط علامتين في تاريخك في تاريخك الحديث في افريقيا هم الاصعب، كمان انت فريق في مقابل ده بتحقق البطولات وما قدرش اي فريق تاني يسحب منك ده، وقدرت تتجاوز فكره هذه الخسائر بنتائج ثقيله. على المستوى البدني انت بتلعب في جنوب افريقيا الساعه 3، على المستوى الجماهيري وسط جمهور بيدخلوا بتذاكر مجانيه، هذه مباراه تحب تشوفها. فانا بالنسبه لي هناك تحدي، وانا بشوف ان كولر محتاج يبدا من حيث مش انتهى، من حيث بدأ بعد مباراة سان داونز بالخماسية، لأن المباراة دي في رأيي هي الأهم على الإطلاق على الإطلاق في مسيرة كولر، لأن أنت بعد المباراة دي كولر أعاد صياغة فلسفته. يعني أنت دايما تقول يا جماعة أفريقيا كنا بنقول هنا ليها تقاليدها، ربما مارتن يول يجي يحسم الدوري يقول لك دوري المخدة، ولكن في مستوى على مستوى أفريقيا عانى، ربما لازارتي حقق واحد من أصعب الدوريات في تاريخ النادي الأهلي في الفترة بدءا من يناير لحد موسم 2019 لما كان موجود وقدر يحقق الدوري، ولكن في أفريقيا عانى كثيرا وكان أحد أعضاء مشهد الخماسية. فالمباريات اللي زي دي يا جماعة بتغير فلسفتك، كولر غير فلسفته، فأنا عايز كولر يبدأ من حيث غير فلسفته، من حيث شفته قدام الرجاء بعد هزيمة سان داونز، من حيث شفته أمام الوداد بعد هزيمة سان داونز، هذه الأفكار الفنية المختلفة في التعامل مع فريق بحجم سان داونز، أماكن الضغط، فريق حاجتين يا جماعة، كلمة السر في مباراة سان داونز المساحة، هو بيستغل المساحة اللي عندك وانت ما تسيبلوش مساحة وتستغل المساحات اللي بيسيبها وهو مندفع. التعامل مع كولر مع فكرة المساحة والمذاكرة للقصة دي هي دي يا أسامة الدرس. هتلعب بفكرة وجود قفشة ولا هتلعب بتلاتة من غير قفش؟ هتلعب بالشحات ولا هتلعب برضا سليم والأداء اللي بيقدمه؟ هتبدأ بياسر ولا ربيعة؟ هتضغط منين؟ هتضغط ضغط متقدم؟ أدى مردود في مباراة الخماسية ورحت قطعت الكورة وسجلت، بس نتيجتها كان إيه؟ فهي الفكرة أسامة، أنا شايف إن كولر كأنه عنده 100 سؤال محتاج يجاوب العدد الأكبر عشان ينجح، ومحتاج يكون برجماتي. هو يمكن كولر بعد الهزيمة دي يا فارس يعني يمكن جمعني بيه حوار كده في أحد المباريات، وقال بوضوح يعني عن هزيمة سان داونز إن لو اتكرر الأمر مرة تانية مش هيأدي بنفس الطريقة اللي لعب بها هذه المباراة، وده يمكن غير في فلسفة مارسيل كولر حتى في مباريات تانية كتير جدا. بالتأكيد أنت لما بتقابل فريق بيتميز إنه عنده شراهة في استغلال المساحات ما ينفعش تلعب قدامه بالطريقه اللي انت لعبت بيها، فكره الضغط العالي ويكون عندك خطوط متباعده امام فريق هو مستني دي. انت عشان تحقق نجاحات امام فريق سان داونز لابد ان انت تشوف انت عملت ايه، النجاحات اللي عملتها قدام الفريق ده الخمس سنين اللي فاتوا عملتهم باي طريقه. لو جيت تلاحظ هتلاقي ريني فايلر لعب قدام بيتسو موسيماني ولعب بالثالث
مش بمعنى اصح كان بين الاثنين سنتر باكس، لا كان بيبقى دور مركب ما بين ان هو يبقى تالت بين الاثنين سنتر باك، او ان هو يكون تالت متاخر في الوسط او ثلاثي لاعبي الوسط، وقدر ان ده ينجح. واعتقد كان مع رينيه فايلر اللي عملها محمود متولي، وكان المدير الفني لسان داونز وقتها بيتسو موسيماني. فبيتسو موسيماني لما جه درب النادي الاهلي عمل ايه قدام مساعده اللي اصبح مدير فني لفريق سان داونز في مباراه قدر يطلع منها برضو بنقطه لعب ربيع. التعادل، لعب رامي ربيعه نفس الدور اللي لعبه متولي امام بيتسو موسيماني. اذا انت القصه بالنسبه لك واضحه، فريق تقفل عليه الزون 14 او المنطقه اللي المفترض يكون حمايتها مهمه جدا امام خط ال 18 بتاعك، ده بيعطل كتير جدا جدا منهم، لان هم بيبداوا يلجأوا ان هم يفتحوا الملعب، فيبدا يعتمد على العرضيات اللي الاجاده فيها مش افضل من فكره الاختراق والمساحات ومنطقه عمق الملعب. اذا انت عندك طريقتين لاثنين مديرين فنيين يعني مروا على النادي الاهلي قدروا يحققوا التارجت، ده رقم واحد. انت ممكن بقى تلعبها بثالث في وسط الملعب بدون الاعتماد على لاعب عنده مهام هجوميه اكبر مهامه الدفاعيه هو قفشه، ممكن تلعب بكوكا، تلعب بديانج، وتلعب بمروان عطيه بالثلاثه مع بعض، وتبدا تلعب على التحولات من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه انت وادواتك، وازاي تطبق الادوات دي وتوصل لنتيجه مرجوه. النقطه الثانيه والاختلاف عن المباراه الماضيه برغم وجود مارسيل كولر، ان انت كنت بتلعب في دور المجموعات، ودور المجموعات بيسمح الى حد ما ان انت تقدر تعوض، وده اللي حصل. حصل تعويض حتى لو كان مترتب على نتائج الفرق الاخرى في المجموعه زي ما حصل مع صن داونز والهلال، لكن انت لما جات لك الفرصه قدرت تستغل وقدرت تعوض فوصلت ان انت تكون بطل. في مباراة النوك اوت لا، الامور مختلفة تماما عن المجموعات، لان النتيجة الاولى مؤثرة بشكل كبير جدا جدا على فلسفتك في المباراة الثانية، وهيكون قدامك المباراة الثانية الهدف واضح. طب هل انت عندك مساحة من الوقت تقدر ان انت تلحق مباراتك الاولى في مباراة الاياب؟ انا من وجهة نظري بشوف ان ربما بطاقة التأهل حسمها بنسبة 75% مرتبط بمباراة الذهاب، لأن أنت المفترض تبعا طبعا للجنة المنظمة لهذه البطولة أنت هتلعب الحد، هترجع الاثنين، هتتمرن التلات، هتلعب الأربعة. هتقول لي ده على الأهلي وعلى صن داونز، عشان كده بقول لك إن مباراة بكرة هي صراع مهم جدا 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 على حسم بطاقة التأهل لأول نهائي في أول بطولة للدوري الأفريقي. وبالتالي نتمنى إن شاء الله إن كولر يكون موفق، نتمنى ان اللاعبين يكونوا مركزين بشكل جيد جدا. هنستبعد فكره بقى الرطوبه ودرجه الحراره والكلام ده، وان شاء الله الاجواء اعتقد ان درجه الحراره تكون 19، هيبقى معانا بالتاكيد يعني تواصل مع البعثه هناك يطمنونا على كل الاجواء. ولكن في النهايه ايا كانت الاجواء، ثقتك في نفسك، قيمه النادي الاهلي وهويه النادي الاهلي، الاجتهاد على ارض الملعب، التركيز على ان ما حدث لا يمكن ان يتكرر مرتين على التوالي، ده مهم جدا. وان شاء الله احنا كلنا ثقه في الجهاز الفني واللاعبين. واعتقد يا فارس يعني بنسبه كبيره مباراه الذهاب هتحدد بنسبه كبيره جدا مين اللي قادر على حسم بطاقه التأهل، او على الاقل هتسهل الفرصه امام اللي يقدر يطلع بنتيجه ايجابيه من المباراه دي. طبعا اكيد، لان مباريات خروج المغلوب بتكون مرتبطه، وكمان مش مرتبطه بس على مستوى النتيجه، مرتبطه على السيناريو الفني اللي انت هتلعب بيه. يعني انت لو حققت نتيجة ايجابية هناك، والتعادل طبعا نتيجة ايجابية جدا ان انت تقدر تتعدل في جنوب افريقيا، ده هيأثر هنا ان انت مش هتحتاج تندفع، هيأثر هنا ان انت ربما تكون حاجتك لان انت تباغت وتضغط على ملعبك، لان صن داونز حقق كمان على ملعبك نتائج ايجابية معاك. فبالتالي القصة يا جماعة مش ان انا اخلص ماتش هناك وحاجة الماتش هنا سهلة هنزل اكسب والامور، لا، دي مباريات. انا بشوف كمان فكرة الهيفي سكور يعني ان شاء الله باذن الله احنا نبعد عنها، ولكن بشوف ان المباراتين متكافئين جدا، يعني اللي هيعدي يعدي بفرق جون، القصه مش هتبقى بالسهوله او بالامور وسيناريوهات مرت قبل كده، لان المباريات هتكون فيها تفاصيل مختلفه. كولر اكيد هيكون محضر بشكل مختلف، صن داونز عنده غيابات، بيتر شالولي واحد يا جماعه، هو مش واحد، هو في رايي افضل مهاجم داخل القاره كمهاجم في مركز المهاجم، بس متأكد يعني كهربا من وفارس، لان احنا بصراحه زهقنا من فكره كمناورة التصريحات يعني زهقنا من فكره التصريحات اللي ممكن تاخدنا يعني لسكه ان هو مش متواجد او متواجد.
فدي نقطة برضو مش عايزين نأكد على إنه داونز ما بيلعبش قوي يعني، يعني الديرتي جيم ده، ولكن في رأيي هو كان بيتكلم تصريح، هو قال لك أنا حتى بصلي يعني بنصلي من أجل عودة واحد من الاثنين. ده حقيقة، ولوكاس روبرتو برضو غايب، ولكن في النهاية أنت كنادي أهلي محتاج تركز، محتاج. أنا أتمنى أشوف النادي الأهلي بكرة يا جماعة ما بيضغطش من قدام خالص. أنت عندك الميد سيرد ده هو اللي أنت بتضغط فيه، اللي هو منتصف الملعب، تبدأ تكثف ضغطك في المناطق اللي زي دي، مش محتاج تندفع. وسؤال، هي ليه فرق زي الوداد فعلا من الفرق اللي بتزهق سان داونز؟ لأنها بتلعبش معاك كورة، بتلعب تحت الكورة، بتعتمد على فكرة التحولات. طب يا جماعة هل النادي الأهلي يقدر يلعب تحت الكورة؟ أه طبعا 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 كمان، وفي اوقات كتيره جدا كولر عملها حتى في كاس العالم للانديه، وكانت بطريقه مهمه جدا. طيب هل تقدر في التحولات تكون اقوى من الوداد؟ انت مش تقدر، انت اكيد في التحولات افضل من الوداد على مستوى الافراد وعلى مستوى الفريق بشكل عام وقدراته الهجوميه. انت عندك كمان سان داونز الموسم ده او في البطوله دي جماعه، هو من حيث عدد المحاولات الهجوميه هو سابع فريق من وسط 8، يعني بالارقام هو سابع فريق من وسط 8. فانت بتتكلم هل سان داونز بقى فكره اقل من النسخ اللي فاتت؟ انا مش مؤمن بالكلام ده للامانه، ولكن مؤمن ان سان داونز في حاله على مستوى بعض المباريات تخليك لو انت في حالتك هتكون جيد، حتى لو هو جيد. النادي الاهلي لديه سكواد قادر، لديه فريق قوي، لديه مدرب يعرف يتعامل مع المباراه. فانا اتمنى ان شاء الله ده يحصل.